يعني أعتقد المؤتمر مبادرة في محلها، يعني في أزمة كبيرة في مصر تتعلق بأوضاع الاقتصاد، الأزمة تتعلق بتوفير موارد ضخمة لمشروعات قومية ضخمة مفترض أن تنهض بمصر نهضة كبرى، أيضا في أزمة في الاقتصاد المصري تتعلق بتوزيع الموارد وتوزيع الأعباء. الفقراء والطبقات الوسطى تحملوا بالرفع الجزئي لدعم الطاقة أعباء كبيرة جدا، دفعوا فواتيرهم كاملة. ينتظر المجتمع المصري أن الذين أثروا ثراء واسعا غير مبرر طوال العقود الأخيرة عليهم أن يدفعوا أنصبتهم الآن. أعتقد أنه شق طريق للاقتصاد المصري من حيث الاتجاهات لا توجد في مشكلة فيه بقدر الإمكانية توفير الموارد اللازمة للمشروعات الكبرى مع إعادة توزيع الدخل. المستثمر المصري أو المستثمر العربي في مصر؟ بصفة عامة نحن لا نعيد اختراع العجلة حتى نعقد مؤتمرات نتحدث فيها عن معوقات. هناك دول كثيرة جدا سبقتنا على خريطة الدنيا كلها، نستطيع ببساطة المطلوب باختصار أن يكون هناك شباك واحد يتعامل مع المستثمر العربي والأجنبي، لا أن يمر على 1000 جهة. أيضا المفروض أن تكون الإدارة المصرية نظيفة، يعني أي نتخلص من الفساد الذي يعاني منه المستثمرون الأجانب في دفع رشاوى في كل مكان. في نفس الوقت المعوق الجوهري للاستثمار هو وجود نماذج لمن نسميهم بالمستثمرين لا يستثمرون شيئا، لا يستثمرون إلا في عذاب المصريين. أهم نماذج للمستثمرين يضيفون إلى الطاقة الإنتاجية وإلى البعد الاجتماعي. أهم وأكبر التوصيات اللي تتمنى حضرتك يخرج بها المؤتمر؟ يعني أنا أتصور أنه هناك مبادرة طرحها الرئيس السيسي بعنوان صندوق تحيا مصر. هذه المبادرة ليست مبادرة للتبرع ولا دعوة للاستجداء، هذه في جوهرها دعوة لرد الحقوق المنهوبة من هذا البلد. الكل يلاحظ أن هناك ضيقا هائلا لدى الرئيس السيسي من تربص وتلكؤ من يسمون أنفسهم بالمستثمرين أو رجال الأعمال أو رجال الأهوال. هذا الضيق دفع بالرئيس السيسي لأن يعلن ما يشبه الإنذار في قولته الشهيرة هتدفعوا يعني هتدفعوا. مصر كلها تنتظر هؤلاء من هم ومتى سيدفعوا. اللي تتمنى حضرتك انه يخرج من المؤتمر اهم التوصيات، يعني امنيه حضرتك؟ اهم التوصيه ببساطه شديده جدا انه نحن في لحظه اختناق شديده جدا. هذه اللحظه ثقه جمهور واسع من المصريين، لا اقول كل المصريين، بشخص السيسي لصدقه ولرغبته النقيه في النهوض. انا اعتقد ده عنصر مهم جدا، لكن بقدر ما يتقدم الرئيس السيسي الى انجاز حقيقي على طريقه مشروع قناه السويس وغيرها، يجب ان ننتبه الى ان الزعامه الحقيقيه انجاز وانحياز. الناس تلتفت جدا الى انجاز الرئيس السيسي، لكنها تريد ان ترى انحيازا يكافئ الانجاز.